ايه ثانك يو شانتال، عن جد ثانك يو لهالثقة، واكيد انا بقبل. يعني اصلا وصلتي كانت قوية كتير، عرفتي؟ صح مظبوط. فطلبت من شانتال انه اقول اول شيء ثانك يو للي انضموا الينا. طلبت من شانتال انه تبعت لي شوية اسئلة، في ناس سألوها اياهم، في عندي ليستا بس رح بلش احكي عنهم. بس مين ما بده يسأل حيالله شيء في يسألني immediately. و شانتال انت المايسترو، رح تحطي ميوت وانميوت، ما هيك؟ يس 100%. اوكي، واذا في اسئله فينا بالشات. اوكي، سو اول سؤال سأل عن الانترميتنت فاستنج. ما بعرف اذا كثير بتعرفوا شو معناتها الانترميتنت فاستنج. هو اكثر شيء هلا بحب اقول دارج بعالم الريجيم، انه العالم بتصوم وقت معين من الاكل، وبنعني بالصيام مش بلا مي، بناخذ شو ما بدنا سوائل واشياء ما بتعطينا وحدات حراريه. يعني في فتره زمنيه من النهار اجمالا بتكون اقل 16 ساعه، حتى بتوصل اوقات ل 24 ساعه حسب السيستم اللي الناس اللي عم تتبعه بتكون تعملوا هذا السيستم. 16 ساعه بتقعدوا بلا اكل، و8 ساعات اللي بيبقوا فيكم تاكلوا فيهم اشياء. شو رايي فيه؟ انا صراحه ماني ضده ابدا ابدا. انا شو ما بتقولوا لي هلا، حيالله سؤال بتقولوا لي اياه، رح لكم جواب واحد اذا فيكم تعملوه عن جد لمده كثير 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 طويله، يعني يصير مثل مود دو في، ليش لا؟ انا بلاقي الانترميتنت فاستنج تبع 16 8، يعني 16 ساعه صيام ما بتاكلوا فيهم، بس فيكم تشربوا قهوه، ينسون مثلا اذا عم تغلوا حيالله عشبه عندكم اياها بالبيت، هيدا اجمالا العالم تقدر تتابعه. اكثر شيء بينجح بنوقف اكل الساعه 7 8 بالليل، واول وجبه بناكلها يا 11 يا 12 وجه الضوء، سوري 11 12 ظهريات. ليه لا، انا ماني ضده ابدا، لانه بهال 8 ساعات اللي باقيين فيكم تاكلوا اكل صحي. هلا في عالم بتفكر انه ب 8 ساعات فينا نقعد ناكل قد ما بدنا وشو ما بدنا وما بيأثر، الجواب اكيد لا بيأثر، وما بتقعدوا تضعفوا. فاذا بيناسبكم، اذا انتم اشخاص اصلا بتوعوا مثلا منكم جوعانين، بيناسبكم اول وجبه تكون الساعه 11 12 وتوقفوا اكل، ما في مشكل ابدا. اوكي، في حدا عنده شيء تعليق عن هذا السؤال؟ ممكن هلا لا، بس انا يعني انا شخصيا كنت هيك شوي على طول بفكر بالبنفيتس، يعني غير قصه ممكن نضعف، انه هل ممكن برايك في بنفيتس ثانيين خاصه بال فاستنج؟ هلا في دراسات كثير انعملت عن هذا الموضوع. هو الهدف الاساسي من الانترميتنت فاستنج هي فتره الصيام يلي الانسان ما بياكل فيها، يعني ما بيعود عندك طاقه عم بتفوتيها على جسمك، هذا الشيء بينزل مستوى الانسولين، وبس ينزل مستوى الانسولين بجسم هيدا اللي مطلوب. لانه اذا الواحد نحن بنقدر نفكر نحن كيف جسمنا والجينز تبعونا ما تطوروا مع تطور التكنولوجيا تبع الانسان، يعني الغريزه تبع الانسان والجان تبع الانسان بعدها ترجع لورا مئات الالوفات السنين، يلي هي مفروض نحن نقعد وقت طويل بلا اكل. هيدا اصول يعني الاصول. اليوم الانسان اخترع الترويقه والغدا والعشاء، واخترع انه السناكس بيناتهم، بس اذا بنرجع لكيف الانسان كان على ايام كثير 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 لورا وكيف غريزتنا معموله، نحن معمولين تما ناكل على طول. غلط التفكير انه لازم نتروق ولازم نتغدى ولازم نتعشى. سو وقت عم ينزل مستوى الانسولين الجسم عم بيستعمل الطاقه يلي نحن مخبزينها كدهن، وهذا الشيء هو اللي مطلوب. وكثير الدراسات العلميه عم بتقول انه على المدى الطويل عم بيصير في مشاكل اقل بالسكري و و و. بس كمان الواحد بده يكون لوجيك شاطر، يعني انا اليوم ما بقدر اجي احط افرض على شخص كل عمره معود من اول ما خلق انه يتروق يتغدى يتعشى انه لا اليوم ما بقى لازم تتروق. هذا الشيء عن جد we have to give it time، تشوفوا انتم اذا بيناسبكم. انا من المؤمنين انه اذا عم ناكل هالكميه الاكل هاي ان اكلناها ب 8 ساعات او اكلناها ب 12 ساعه انا بامن انه ما بتعمل ديفرنس، بس بامن انه الانترميتنت فاستنج بيقطع القابليه. وقت انتم تحطوا انه انا بعد السبعه اجمالا ما بدي اكل، هذا الشيء بيساعد انه تخففوا اكل، وخاصه الاكل يلي اجمالا بنصح وتلقمش على التي في، فمشان هيك العالم عم بتلاقي فيه افاده. اي متى بنعرف مزبوط اذا كان سكسسفل هالسيستم الجديد اللي اجى بدك تعطيه على القليله 5 سنين، لانه كل الرجيمات بتطلع 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 وبعدين بتحسوها انه رجعت قشطت مع الوقت مع المدى الطويل. اوكي بيرفكت. في سؤال هلا شوي خاصه بالوقت، انت قلتي 16 ساعه بتنصحي،
حدا عم يسأل إذا 13 أم 14 ما بيزبطوا. فشو رأيك؟ مش ما بيزبط. لا شو ما كان منيح. برجع بقول ديانا يمكن اللي سألته. ديانا you do whatever suits you. يعني إذا أنت بتقولي لي أنا I cannot fast for 16 hours what I can do it for 13 then go ahead. But studies proved the longer you fast the better it is. يعني مش 16 حتى 17 و 18 are better than 16 if you can handle this long term. Okay? Okay, perfect. واضح هيدا السؤال. Thank you. So هيدا السؤال. ثاني سؤال اجاني اذا لازم نوقف ناكل سكر. يعني is it recommended to stop sugar? اكيد it is recommended if you can do it. يعني أنا هلأ قبل ما أحكيكم بارح عشية كنت جاي مع الكازنز لأنه صلنا 3 أشهر مش شايفينهم. طبعاً كل حدا فات معه كيك سو وديت قد ما فيه بس طلع بوجهي معمول مد إنه as a human being لأنه بحب الحلو مثل حالة إنسان I had a piece. Is it better not to eat it? أكيد it's better not to eat it. Do I need it? I don't need sugar at all. The sugar you need is available in the fruits and the vegetables that you eat. And in the all starch, بيصير شيء إذا ما أكلنا سكر كل حياتنا إيه بيصير تتحسن صحتكم كتير 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 هذا اللي بيصير. Do I recommend it if you can? أكيد إيه. I don't recommend إنه الإنسان ينعزل كتير من المجتمع ويصير هيدا اللي ما بيظهر ما بيروح ما بيجي لأنه خايف من الأكل. أنا من أول ما بلشت مهنتي كتير بيهمني إني أخلق علاقة إيجابية مع الأكل. يعني كلنا بنظهر كلنا بنسهر كلنا بننعزل. We have to learn to live in the 2020. ما فينا نعيش مثل كأنه نحن بعدنا بسنة 1700. So نحن اليوم بسنة 2020. How can we make the best out of it? هي إنه عن جد تاخدوا sugar as much as possible in moderation. Okay, very good. Thank you. هيدا كانت واحدة من challenges تبع الأسبوع الماضي. هلا عادة وقت نكون عم نحكي عن السكر في عالم بتقول انه ماني قادره وماني حابه وكل هول الاساس فانت اوريدي هون هلا وضحتي انه في وي كان ليف وذاوت شوجر. شو رايك بما انه عم نحكي عن السكر شو رايك باللت سي سويتنرز لانه اما اذا برايك في ممكن شيء ثاني وي كان ريبليس مثلا براون شوجر ام ممكن شيء ثاني. سؤال كثير منيح. انا اكيد اذا مضطرين تاكلوا حلو يلي هو كثير طبيعي واتس بينج هيومن يعني فكروا السكر العادي السكر اللي نحن بنستعمله بالرسبتات. هلا اكيد اذا عندكم مثلا دبس طبيعي 100% اكيد احسن بكثير بكثير من تستعملوا سكر. العسل كمان بس منه دواء. يعني مش انه انا اذا بدي حله اوكي خلينا نفكر هو اصلا حيلا شيء بتفكروا فيه بعالم التغذيه الجواب كثير كثير سهل قد ايه قريب من ما ربنا خلق الاشياء. يعني اليوم وقتا بتفكروا بالعسل العسل طبعا الطبيعي اللي عم نحكي العسل يلي انتج هيدا ربنا هيك خالقه اوكي سو هيدا صحي 100% فينا ناخده باعتدال. بيرجع ورا مثلا الدبس الانسان هو اللي هرسه طلع منه الدبس من هالحبات يلي هن الخروب سو هن اقل ستيب من ما يكونوا 100% ناتشرال اذا بدكم ان بروسيسد. يعني ننتقل للسكر الأبيض اللي عم نستعمله اللي هو بروسيس اللي بطل صحي بس بعده أحسن بكتير من الارتيفيشل سويتنر يلي الإنسان عمله from A to Z اللي فبركه باللابراتوار. حتى وقت بقول لكم 100% natural ومن البلانت وإلى آخره وقت تكون من البلانت يعني أنت أخذت البلانت وأكلتيها لا أنت you process the plant حتى تطلعي منه هالسويتنر. So this is not recommended at all. So my priority will go by A, use honey if it is 100% natural, B, molasses, C, white sugar. The less you eat sugar in يعني in total the better it is. هيدا الفكرة انه ايه مش انه مثلا مثل ما بتشوفي بيستعملوا مبيض للقهوة وبيحطوا معه artificial sweetener هيدا بطلت قهوة هيدا صار شيء على الإنسان عم بيفوتوا على جسمك ما عم بيتعرف عليهم ما بيعرف شو عم بتعميه. اوكي بتسأل ديانا كمان عن ستيفيا والأورجانيك ستيفيا is it a good alternative? No that's exactly my answer.
ستيفيا they are doing a lot of marketing لأنه هو من plant okay بس you are processing the plant a lot and organic means منه مرشوش منه من مزروع ب بسويل اللي هو من منه ما حاطين له أدوية بس مش معناتها إذا صار organic صار صحي انتبهوا عم بيلعبوا كتير على هالكلام يعني اليوم صرنا بنلاقي بالسوق potato chips that is organic it is still a potato chips it is still a sweetener that is organic so organic ما بيحطوا له هاله للبرودوي ابدا انه بيكون احسن من غيره اكيد بس بين ما تاكلوا بطاطا تشيبس اورجانيك او تاكلوا بطاطا مسلوقه بالبيت عاديه اكيد اكيد فوت فور ذا بطاطا المسلوقه على طول فكروا ذا ليست بروسيسد فود ذا ليست بروسيسد فود هذا المطلوب وكوكونات شوجر اتس كوكونات شوجر I am against it كمان صراحة it's not us كمان من الأشياء اللي ما بعرف إذا العالم بتعرفني يمكن يقولوا إنه هي أنا ضد كل شيء أنا كتير بزعل إنه نحنا بلبنان ما عنا انتماء للأكل اللبناني أوكي أكلنا هو أحسن أكل بالكون بالعالم ما عنا دراسات ما عنا القوة إنه نقدر نفسر للعالم قدي أكلنا منيح يعني كوكونات شوجر للبنانية أو دبس خروب اكيد 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 دبس الخروب هيدا عوايدنا هيدا نحنا انا ما بشتغل كوكونات شوجر ولا مره مستعملته وما بدي استعمله صراحه وخاصه هلا اليوم بهالغلا اتس انثينكبل قد ايه عم تدفعوا غالي على اشياء منكم بحاجه لها ابدا 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 بدي اسال مين سالني عن الكوكونات شوجر ديانا عم بستعمله بالحلو لان بكون عم بحضر شيء مثل براونيز عم بستعمله بديل على السكر العادي انا بفضل تستعملي بالبراوني شكر سكر يعني ما بعرف اذا عندك كتاب الرسالة تبعيتنا اللي هي كتير قليل السكر تستعمليه moderately and have the brownie occasionally don't put in it anything that you think is healthier and had it proven scientifically and when you do such a cake انت immediately بتفكري انه ما عليش اذا اكلت منه زيادة لا انا بفضل تحطي منه سكر وتضلك خايف انك تاكلي كتير من ما تحطي شيء تفكري انه هو صحي وتصير you abuse on it لانه on the long run it's not the objective حتى انا بقولهم حتى لو من رسبتاتي ما بتجي قبل التفاحة ما بتجي قبل الموزة ما بتجي قبل البردقانة هيدي بتجي as an alternative اذا طالع عبالك a small piece of cake okay thank you merci اوكي مونيك في عنا بعد كمان سؤال عم تسالنا اياه نانسي عم تخبرنا عن ولادها ولا ذكرتني بسؤال انا بسالك اياه من بعد هذا السؤال عم تقول ان ولادها ادكتد على السكر هي بتعمل لهم الكيكس والشوكليت وهول من الصحه السريعه بس مشكلتها معهم هي بالبورشنز فهن بياكلوا بورشنز كتار فعم تسال اذا عندك هيك اي نصيحه اي معلومه فيك تساعديها فيها انا هلا ما بعرف قد ايه عمرهم ولادها نانسي قد ايه عمرهم نانسي ولادها بعرف الكبير 16 عم 17 والصغار خبرينا نانسي اتبت هاي معنا I can't hear you Chantal عم تجرب انميوت يلا لحظه نانسي كتبتنا 16 12 و7 اوكي هلا شوي تأخرنا يعني ايه البورشن بال 16 و 12 خاصة إذا شباب كتير بيأكلوا كتير يعني بشكل مش طبيعي يا سنة شباب وزنهم كتير يعني كمان it depends عرفتها لأنا عندي شاب عمره 18 سنة ما بصدق قدي بيأكل يعني منه بالعقل قدي بيأكل and he eats junks لأنه شاب بيظهر مع أصحابه and he's very very skinny يعني بس this does not justify انه انا اكون مبسوطه انه عم باكل اكل بلا طعمه doing at home is definitely a very good option اكيد هيدي احسن حل homemade cakes معلش خليهم ياكلوا اكثر مما نلتجئ انه ياكلوا برا وياكلوا اشياء بلا طعمه بس كمان لازم نتاكد مثل ما كنت عم بقول قبل شوي مش لانه صحي وسريع فينا ناكل كتير على حساب شيء تاني يعني الولد لازم يكون تغدى شبع غدا وياخدوا هيدا as a dessert مش يصير ما عم بياكل بس تياكل الكيك لأنه هي عم نشوفها أكتر وأكتر هيدا discipline هيدا لازم يكون عم بيتطبق على كل الولاد وبأحب إلا أنه تنتبه
وتيكون فيها الأد جاب بين الكبير والصغير، أوقات الصغير بيطلع كتير كتير ضحية الكبير، يعني لأنه خيو اللي عمره 16 سنة عم بيطلب دليفري، بنصير نطعميه هو اللي عمره 7 سنين دليفري، أو نعرضه لأشياء خيو ما كان متعرض له. وعم شوفها كتير كتير بالعيال، يعني منشوف بالعيال بيجوا لعندي وبيجيبوا الأصغر واحد عطول الصغير، عم بيكون أنصح بكتير من أخواته لأنه عايش بالعائلة ووعي على العادات السيئة يلي أخواته الكبار عم بيعملوها. And this is a big issue، يعني عم نشوفها أكتر وأكتر. ما بعرف إذا جاوبتها، بس إنه that's the answer. أنا عندي ممنوعة مونيك الدليفري والجانك فود، ما بخليهم يطلبوا شيء من برا، كله هوم ميل وكله okay. وكله من كتابي. Good. كله من عندي من الكتاب. بس نصيب انه اولاد درسهم طيب طالعين لنا، يعني شيء بالكاركتير اريديتير عندهم اياه، انه نحن بنحب الاكل وهن طالعين لنا، فبيعمل حتى هلا ابني هو بيفتح الكتاب وبيعمل، ابني اللي عمره 12 اكثر شيء، ومختلط على البسكوي وشوكولا، ما بيعمل عيار واحد، بيعمل ثلاث عيارات، وما بيعمل يومين البسكوي وشوكولا، عرفت انه بيعملوا اشياء صحيه بس بياكلوها ما بتخلص بالرغم. هلا عمره شوي صعب 12 و16، اذا وزنه منيح اذا وزنه از اوكي فيك تتقبل الوضع اكثر، اذا بيحركوا بيعملوا رياضه بالمقابل كمان اتس less of a burden. بس بخاف انه لانه من كتاب صحي وسريع نصير نعمل 3 بسكوي او شوكولا كل يوم ونقعد نحضر نتفليكس. الجواب لا، اكيد لا. ما هيك؟ Thank you Monique. Thank you Nancy. Okay. Thank you. هلا بما انه عم نحكي على السكر عم بتذكر سؤال انا هي عندي اياه. انا عندي توينز عمرهم بعد ما صاروا سنتين، وانا والسكر يعني بعد ما ذوقتهم سكر في هلا عنا امي اونلاين هلا معنا بتضل هيك جرب تحركش فيه انه معلش انه كيك صغير اما انه معقولي بعد مش ضايقين اي شيء. انا كثير مصر انا ممنوع السكر. هلا ايام اكتشفت ريسنتلي انه في شيء كنت عم بعطيهم اياه طلع بقلبه سكر، بس انا بالنسبة لي انه ما بدي سكر وقطعا. فشوفيك شيء عن جد تقنعيني، فاذا بدي اكون عم بحكي مع حدا قادر اقنعه كمان اضلني مقتنع، لانه هلا صار عمرهم سنتين والكل عم بيقولوا انه صار عمرهم سنتين يلا صار فيهم ياكلوا. فكيفك شوفيك تساعديني بعدين؟ لا ما صار فيهم ياكلوا. لو هن خلقانين سنة 1800 ما كان في هذا السكر. انا بقول انطرت حتى هن يجوا يطلبوا منك السكر، يعني بس يروحوا على الجاردوري او بس يروحوا لمحل فيك وقتها تقولي لهم انه اوكي فينا نروح نشتري السكر. يعني انا كتير ضد انه واحد يقول لاولاده ممنوع، بس بعضهم كتير صغار عمره سنتين هن اذا ما عارفين شو ناقصهم ما رح يطلبوها مزبوط او لا. سو بس يطلبوا السكر بقولي لهم اوكي ما في مشكل بنروح نشتري. يعني انا ضليت لاولادي الشباب عمرهم ولا مرة بقولهم لا بدهم آيس كريم طالع عبيرهم أكيد ما عندي بالبيت، حتى لعمر 20-18 هو بياخدنا يا مثلا نقعد نقول عبيرنا آيس كريم نروح ناخد آيس كريم، بس don't make it available at home and wait until they ask for it. When they ask for it don't make an issue، ما تحسسيهم انه لا ممنوع ناكل حلو والحلو غلط وتحرميهم منه. لا اكيد ما يلا بروح على محل نشتري شوكولا نقوا شو بدكم. في بتكون علاقه ايجابيه بالاكل، بس ما فيكم كمان تجيبوا صناديق شوكولا وصناديق اشياء وتحطوهم بالبيت وتقولوا له ما فيكم تاكلوا. في ناس وهذا اللي كنتوا عم تحكوا عنه عن الايموشنال ايتر، مش كل العالم مثل بعضها شانتال. This is something I've learned throughout the years. People are different يعني. So ما فيك تعاملي كل ولادك بذات الطريقة، لأنه في ولاد بس يشوفوا الأكل they will ask for it no matter what حتى لو هن مش جعانين، وفي ولاد بيصيروا يتعلموا إنه بس يوقعوا بس يوجع بده reward بده الأكل. So مش هيك أنا ضد إن وجود الأكل بالبيت بكثرة، هيدا ضده كتير كتير كتير. بحب إنه تخفف وجود الأكل بالبيت إذا فيكم. Okay perfect thank you. مبدئياً هو هنا يعني فينا نكمل بالأسئلة. هلأ في حدا كمان سألنا عن الكيتو دايت. Yes. بالأسئلة اللي بعتي لي إياهم أنت شانتال، أنا قلت لكم عن الانترميتنت فاستينج بالتوقيت إذا بيلبق للعالم وحدا مرتاح له مني ضده. الكيتو I don't like it. I personally don't like it. I think it doesn't belong to any Lebanese. نحن الشعب اللبناني بناكل فاصوليا
بناكل لوبيا بناكل عدس، واكيد هذا هو الاكل اللي منيح والصحي. الكيتو focuses كتير 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 on animal fat and it focuses on the bad fat and I don't like it and I don't think it's healthy. I do think it makes you lose weight, but still if it's the only way for you to lose weight, إذا أنت أو حدا عم بيحضرنا وزنه كتير عالي وهو عجبه الكيتو حب الكيتو وناسبه الكيتو go ahead ما في مشكل، لأنه شو ما كان أحسن من ما يكون وزنك كتير عالي وعلى قلبك وهيك أكيد صحيا أحسن لك تضعف. بس تذكروا إنه إذا ما حتقدروا تعملوه كل حياتكم في أمل 97% حسب الدراسات العلمية إنكم ترجعوا تردوا الوزن وتردوا فوقه أكثر، يعني بتنزلوا 10 بس بتنصحوا 12. So be careful in the diet you choose, it has to suit you for life. أنا شخصيا جربت أعمل الكيتو ما قطعت ال 24 ساعة، يعني بتذكر كنت على الغداء عاملة برغل بدفين لأولادي وأنا حاطة بيض وبيكن. No way ما يعني ما استوعبت إنه أنا I'm gonna vote إني آكل بيض وبيكن وما آكل برغل بدفين اللي أنا بعتبره من أكثر أكل صحي على وجه على الإطلاق يعني. أوكي. هلا عم جمع في بعض الأسئلة عم جمعهم ممكن ما بيكونوا هلا مناسبين لتسي على الشيء اللي عم نحكي، برجع بعدين بسأله. في مارسيل سألت سؤال هلا ممكن بركي بعد شوي برجع بسألك إياه وقت نوصل على شيء هيك خاصه بالثيم طبعا. بس بما إنك هلا قلت برغل، أنا قريت على الويب سايت عندك إنه أنت كتير بتشجع البرغل، سو فيك تحكينا شوي عنه؟ لأنه ممكن أيام البرغل في أشخاص بيفكروا إنه هي هيدا الشيء لا إذا عملنا برغل يعني مثل فقرة أو شيء هيك، فيك تخبرينا شوي شو رأيك عن البرغل وليش هالقد بتلاقيه شيء مهم؟ أكل الفقرة قبل شوي، يعني يا ريت من وراء هالكريز إيكونوميك اللي عم بتصير بلبنان بنصير كلنا ناكل أكل الفقرة، يعني لأنه أكل الفقرة هو أحسن أكل على الإطلاق، يعني وقتها ما بعود فيكم تاكلوا لحمة هالقد، دجاج هالقد، عم تاكلوا يعني شو هو أكل الفقرة بالنتيجة؟ عم ناكل أول شيء عم ناكل قليل، so this is the best thing ever. عم تاكلوا اشياء مش مصنعه، مش عم تشتروها من السوبر ماركت، وعم تشتروا البيسك تبع الاكل يلي هو احسن اكل على الاطلاق. يعني الفقير يلي بيتعشى على رز زيت وزعتر مليون مره احسن وصحي اكثر وبيفيده وبيطول له عمره من ما ياكل اهم اكله عند ما بدي اسمي مطاعم، يعني مثل انه رودستر كابوي هامبرجر ماكدونالد هدول، يعني هيدا هو الاكل المطلوب وهيدا هو الاكل الصحي. يعني شو ان شاء الله هالكريز ايكونوميك توعي العالم ترجع على الاكل الصحي الاكل الفقير، هيدي كتير كتير مهمه. ومنهم البرغل يلي هو ديساندان من القمح، يعني نحن بنعرف انه القمح بصير فريكه وبيرجع بصير برغل خشن، بصير برغل ناعم، بصير سميد، لا يصير طحين. ومن الاول عم بقول لكم انه كل ما ننزل يعني كل ما بصير بروسس كل ما بتخف يعني صحته للاكل اللي عم ناكله. فالبرغل أكلة رائعة 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 بتجنن بتشبع كتير صحية. وهذا اللي بيوصلني على السؤال اللي بعده اللي عن الجلوتين فري دايت اللي درج كتير كتير وعمل هلا منحس إنه بلش ينزل، لأنه أكيد كله فيك كله كذب كله ما له معنى. ضليت وراه وأنا أقولكم بليز كله قمح، بليز كله خبز، بليز ما توقفوا الجلوتين قد ما فيكم، ضلكم عم تاكلوا كل الأكل الى انه هلا بنحس انه خفت هالوطئه هيدي عليهم. انا من الاشخاص اللي بيؤمنوا انه في ناس عندهم انتوليرانس وجلوتين، هول عندهم مرض معين اسمه سيلياك ديزيز. اليوم كان عندنا حدا بالعياده عنده سيلياك ديزيز، عمل اندوسكوبي شاف الحكيم انه عندهم انه مصرامه منبري، يعني عامل فات عند حكيم جاسترو انترولوج عمل له اندوسكوبي وشاف شو به. مش هيك يعني انا بس اكل خبز بنتفخ وبوقف الجلوتين وبشتري خبز مصنع ومنزل له مليون شغله وقال مكتوب عليه جلوتين فري. شو هالكذبه هيدي يلي قدروا يضحكوا على العالم ويخلوكم تدفعوا مصاري هالقد حق برودكتس ما انه صحيين؟ يعني مليون مره خبز لبناني عادي حق قربته 1005 وفيها جلوتين، من ما نروح نشتري خبز جلوتين فري مفكرينه صحي اكثر هو مصنع وبروسس وحاطين له مليون شغله. لان الجلوتين هي البروتين اللي موجوده بالقمح اللي بتعطي يعني الخبز يصير طري ويقدر يشتغل فيه. سواء بتشيلوا الجلوتين من الطبخه الخبز بيصير حجر،
سو عم بيزيدوا له ادويه حتى يصير مليار مثل اللي عم بتشوفوه بالاسواق. سو اكيد انا ضد هدول الموضه اللي ماشيه ومكتره. Okay, thank you, Monique. وفي كمان هلا سؤال تبع مارسيل صار شوي يمكن مناسب، كانت عم تسألنا عن الـ almond flour, oat meal, chia seeds, lint seeds, quinoa، هولي شو رأيك فيهم؟ وكمان سألت ستيفاني عن chia bread. Okay, مارسيل وستيفاني، I urge everyone to stick to the Lebanese food. Please, قبل ما نفكر عن الكيل، فكروا بالسلق، قبل ما تفكروا بالكينوا فكروا بالبرغل، قبل ما تفكروا بكل هالموضة هيدي اللي عم تجي مثلا الشيا سيدز والهيدا. خلينا ناخذ الاشياء اللي نحن بطبيعتنا بحياتنا بناخذها. اكلنا عن جد احسن اكل بالعالم. انه ايه شيا سيدز هن سيدز مثلهم مثل they do contain calories، فيهم 60 calories per tablespoon. اكيد ال سيدز مش لينسيدز بس لهم اسم ثاني anyway انه لينسيدز كمان they have the same thing. انه لينسيدز بعدنا نحن بنحطه باكلنا اكثر. they are good, they are healthy, they are amazing بس مش احسن من اكلنا. كينوا انا بحب اعمله مثلا اذا حدا بيتضايق كثير من البرغل عن جد عنده سيلياك ديزيز، انا بقول له اعمل كينوا واعمل فيها الكبه او اعمل الكينوا اعمل فيها شيء ثاني. بس اليوم كمان صار في دراسات عم تطلع انه بتقول انه الكينوا مش هالقد مثل ما كلكم مفكرينه. كل عمري بقول انه الكينوا بيعقد كثير منيح بس مثل العدس مثل حيلا حبه ثاني، ما في شيء بيعمله احسن من غيره. الشوفان مثلا اذا بتشوفه عم بيشروكم الخبز هيدي مثلا كل عام شو عندي بتقول انا عم بشتري خبز الشوفان. بس خبز الشوفان هو 50% اذا مش اكثر طحين عادي. اوكي اصلا مين ما عنده خبز شوفان يروح على الرابطه يبرمها. اول انجريديان هو القمح، طحين القمح بيزيدوا له شويه طحين الشوفان وبيقولوا لكم انه هيدا طحين شوفان. ما في خبز معمول 100% بطحين شوفان بالافران، ما بتصور موجود، انا ما شفته اصلا يعني. بس هدول لازم تنتبهوا لهم. ماني ضد اللي عم بتقولي عنهم ابدا ابدا مارسيل. ايه they are healthy بس they are imported. let's focus on what we have بلبنان ونركز على الاكل اللبناني لانه عن جد عنا احسن اكل بالعالم. يعني 100 مرة صحن عدس بحامض، صحن برغل بندورة، صحن محشي ورق ملفوف، ورق سلق، ولا مرة أنا بالنسبة لإلي كيل سالد من محل تاني. أوكي ثانك يو مونيك، وضحتي لنا عدة قصص. بتخيل هلا ممكن فينا نرجع نروح على نكمل الأسئلة؟ إيه هلا سألت كمان هذا السؤال ما كان كتير واضح لإلي لأنه بيقول السؤال what healthy foods can give you energy throughout the day. ما فهمت السؤال يعني ما فهمت شو السؤال. فهمتي انت شي شانتال؟ بتخيل شخصي كان عم يسأل ولا يمكن اذا كان معنا في يوضح، بس بتخيل السؤال كان انه اذا في شي لتسي اكل فينا ناكله بيعطينا energy، شو ممكن بركي شي ما ناكله عم شي ناكله بيعطي طاقة. Any food you eat at any time gives you energy. يعني كل الاكل فيه طاقة. الطاقة يعني شو ما أكلت إلا المي إجمالاً، الكافيين، القهوة، إنه حيالله طاقة هي مهمة. بس ما في one food that can give you energy throughout the day. يعني if for any reason أكيد كلكم اختبرتوا هالشي مرة أنهار وما أكلتوا ما لح تموتوا لأنه جسمكم has so much fat that he can take energy from وتقدروا تكملوا نهاركم. فينا نعيش نحن 40 يوم بلا أكل إذا actually كل ما كان وزنك زايد كل ما بتضايني أكثر طبعاً. بس إنه هاي ما في أكل رح تعطيكي energy كل النهار. ما تعتلوا هم إذا مرق نهار وما أكلتوا. مثلاً هون بيجي لأحكي عن الأولاد اللي بيروحوا على المدرسة اليوم معهم زوادة بتطعميهم على 3 أيام. إنه ما تنسوا إنه أولادكم عم بيروحوا على المدرسة من الساعة 8 للتنتين رح يجوا على ساعة تنتين يتغدوا. يعني انتوا اصلا ما لازم تعطوهم اكثر من ترويقة بالمدرسة. واحسبوا نسيوا اللانش بوكس. شو حيصير لهم؟ ما حيصير لهم شيء ابدا ابدا ابدا. بالعكس رح يلعبوا اكثر ورح تتحسن صحتهم اكثر. سو هاي البانيك على اللانش بوكس وقد ايه بدي اعطيه اكل شو بدي اعطيه
قد ما يقدر ياكل قليل قد ما احسن. كل ما بيجي على البيت جوعان وهفيان بده ياكل صحن المجدره كل ما احسن له احسن لكم انتم كمان. Thank you, Monique. Okay. في حدا كمان سألني عن المينتنس. I love this question too. How to maintain continuous weight loss? You cannot maintain continuous weight loss no matter what. لأنه آخر شيء بتموتوا يعني. اللي وزنه كان 140 كيلو عمل السليب وضعف. هيدا أوكي أول سنة بده ينزل 40 كيلو 45 كيلو. بس بعدين على قلة الأكل ما بده ينزل أكثر من كيلو يمكن كل شهرين. لأنه the body adapts. And the less you weigh, the less you need energy. So it is so normal and so expected إنه ما يكون في عندكم continuous weight loss. Eventually, the body will adapt, and this is important. But people that do exercise and they learn to burn more calories, that will guarantee them إنه يضلون عم بيضعفوا, or at least they are maintaining the weight that they lost. ما تنسوا إنه في كتير أوقات تضعفوا. وما بتقدروا تهدوا ترجع بتنصحوا وبس تنصحوا بتنصحوا أكثر من اللي ضعفتون. So this is very 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 bad. أنا عطول بقول إنه لازم ما تعملوا رجيم, وقفوا الرجيمات. الرجيم بنصح, لازم تتغيروا, لازم تلاقوا السيستم تقدروا تكملوا عليه كل حياتكم كل حياتكم. يعني أنا بيجي لعندي العمر 70 سنة بحكيها بهذا بلا هلأ it's never too late. Let's start exercising, let's start moving. ومش لأنه عمرك 70 سنة لازم تضلك قاعدة, بالعكس لازم تتحركي, لأنه the more active, the better it is. هلا بما أنك قلت سليف, عندك أي آراء بتحبي تشاركينا إياها خاصة بالسليف؟ ماني ضدها أبداً 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 أبداً, بالعكس كتير بشجعة. وقت الإنسان بيستوعب انه هو مش قادر يضعف بقى لحاله, انه nothing works for him, وعنده بي ام اي عالي, يعني it's becoming dangerous, يعني وزنه صار خطر على على صحته, اكيد لازم يعمل السليف. بس للاسف الشديد قبل ما يعمل السليف في اعداد بده يقعدها مع اخصائي التغذيه, لازم يكون في تيم عم بيساعده, سيكولوج دايتيشن يفسروا له شو اللي ناطره. هيدا انه انا بوصل لك معدتك وباي باي امرسي, هاي لازم توقف, لانه معاناة بعدين, معاناة وجع, معاناة حرمان من الاكل, people might switch addiction, عم نشوفهم بطلوا ياكلوا صاروا بيدخنوا ثلاث علب بالنهار, depressed. وفي ناس غيرت لهم حياتهم for the best, اللي هن استوعبوا انه من اول يوم رح يبلشوا يعملوا سبور, رح يتحركوا وصاروا رياضيين. أنا بعرف حدا كان وزنه 270 كيلو صار وزنه 85 كيلو, هو هلأ مدرب رياضة, يعني تغيرت حياته للإيجابية وصار هو مثل للغير. وفي ناس عملوا سليب وهينا عم نشوفهم بعد 5 سنين ما بقى في شيء بضعفهم خلص, لأنه ضعفوا ضعفوا ضعفوا, رجعوا قعدوا يأكلوا بوزة كل النهار لأنه they were eating emotionally they were eating, ورجعوا ردوا كل الوزن وخلص. يعني أنا بالنسبة لي بس تجي لعندي تقلي أنا نزلت 50 كيلو ورجعت رديتهم, وما تعلمت تعمل سبور, ما غيرت شيء بحياتها, صارت تدخن وتشرب الكول اكثر, هول اختربوا. So it all depends pre-surgery, قد ايه محضرين, قد ايه عارفين شو ناطركم, وقد ايه رح تتقبلوا صعوبة اللي جاية ولانه اول سنة. And then it all depends على هذا الشيء, يا بتكون 100% successful او it might not be successful. Okay, perfect, thank you. اوكي نحن بعد عنا تقريبا شيء 20 minutes ما هيك شانتال؟ يس يس 100% اوكي عنا بعد كم سؤال. في حدا قايل لي any idea about summer detox؟ يعني اللي سمعني من الاول بيعرف انا I don't like detox. I think they don't help صراحة, لانه بيرجعوا بيردون. هلا بتقولوا لي انا بلشت بديتوكس واتريجرت سمثينج ان مي وشجعتني وخلتني بعدين ارجع اعمل سبور, لا وات ايفر سوتس. بس ديتوكس كانت يعني شو معناتها ديتوكس؟ مين سالوا هذا السؤال؟ اذا معنى اذا في فسر لي اكثر شو قصده بديتوكس, لانه في مليون الف نوع ديتوكس بالسوق. هلا نحن حتى بصحي وسريع بنعطي ديتوكس, انا سميته ديتوكس لانه لازم نعطي شيء قد ما العالم عطتنا ضغطها من كذا سنه, يلي هو على الشوربات وعلى السلطات. Do I like it? No, I don't like it. أبداً أبداً. بس لأنه اكتشفنا أنه بالآخر إذا أنا بقعد بحكي بحكي بحكي
وهو بده ديتوكس بيحمل حاله بفل بدق على باب تاني دايتيشن بتعطيه ديتوكس مع ادويه ومع دايوريتكس ومع شيء بيعمل له دايريا. سو فضلنا انه نشتغل نحن ونضلنا نقول نحن وي دونت لايك ات, بس انه if this is what you want then this is what you want. I don't recommend it, I'm against it. I think انه it will make you, اكيد you will gain back the weight, بس اذا عندك عرس بعد جمعتين ومش عارفه شو بدك تعملي عم تساليني روحي بالفستان اللي بيزبط عليك اليوم, اذا مصره اوكي do it but do it the best way you can. رجع صار في توضيح شوي انه شيء خاصه هيك to clean the body يعني let's say. هيدا اكبر اكبر ضحكه على العالم عن جد, اكبر سخريه على جسم الانسان, اكبر اهانه لربنا. اذا بتعرفوا قد ايه الكبد وقد ايه الكلاوي وقد ايه مصرانكم, they are constantly and instantly and non-stop cleaning your body, عن جد شيء بضحك انه قدروا يقنعوا العالم انه انت اذا بتشرب هيدول كانك عم شو ان احنا عم نشطف يعني عم نحط اوجافيل يعني يا محلى ترامب صرنا بهالقصه. عن جد جسمنا is capable of cleaning itself. Please stop insulting the creator, لأنه أكيد أكيد نحن بنقدر ننظف. أنتو كله مظبوط, كله أكل طبيعي. Don't overeat, go exercise and be active, وتركوا البقية على جسمكم. جسمكم أنتو بتعرفوا يعني للكلوة هالقد كبرى, كلوتنا هالقد منشغل مكانات حتى تشتغل الشغل اللي هي بتشتغله constantly non-stop كل يوم. So لا, ما في شيء that cleans your body. Your body is not only your intestine, your body هو دماغك, تمك, قلبك, كلاويك. So when you want to clean, you want to clean everything, and this job can be only and solely done by the liver, the kidneys and your hormones, nothing else. Okay, perfect. بعتقد واضح واضح الجواب. يعني انا اللي بزعلني للكل عم بسمع انه I know you've been hearing whatever you are hearing from dietitians, and this is the major, major, major problem عنا بلبنان. مثل حيلا شيء وقت بدت عم نرجع لورا كتير وعم نرجع لورا كمان. نحنا ما عنا نقابة, بس حتى أقولكم ما في نقابة واحدة, ما في مرجعية, ما في قضاء. يعني أنا اليوم بطلع على التلفزيون بحكي بكتب كتاب, ما حدا بيقول لي وينك, انا بعمل اكل, ما حدا بيجي بيقول لي ما عم بتكذبي على العالم. يعني ما في رقابه. سو بليز انتبهوا, انتبهوا المصدر اللي عم تسمعوا منه. بيطلعوا على الراديوات, بيطلعوا على التلفزيونات, بس بدهم يعبوا هواء. اوقات في دايتيشنز بيشتغلوا اكيد بيرفكت بعقده, فيري فيري كونشينشس, اند للاسف الشديد يعني في منهم بيطلعوا بيحكوا اشياء اوقات انا بقول انه يعني مش مقبول انه هالقد حدا يقدر يحكي شو ما بده وما يكون في رقابه على اللي عم بينحكى. فانتبهوا بليز كثير. وهول اللي بيطلعوا من برا, بيطلعوا على التلفزيونات تبيعوا ديتوكس وبيسموا حالهم دكتورز, يعني بي كيرفول. sometimes people pretend that they are doctors, and they are doctors in philosophy. This doesn't allow them to talk about nutrition. يعني في منهم بيبيعوا اشياء, they are doctors in history, بس ما صاروا يعني nutritionist او حتى نوتريشنست ethical nutritionist. This is what we need. هدول اللي شوي شوي عم بيختفوا من الاراضي اللبنانيه. اوكي يس بيرفكت ثانك يو. حدا سال I want to know more about healthy eating and habits. بلكي اخر شيء اذا ضل معنا وقت بنفسر نعطي هيك typical day what can be a healthy healthy living or diet. How can I stop emotional hunger? Okay, ليه الإنسان بياكل وقت يعصب؟ هذا سؤال كتير كتير يعني جوابه بينكتب عليه كتب. بس خلاصة الحديث, في جين, أكيد أكيد في ناس genetically they secrete hormones يلي هن المسؤولين عن الهنجر when they are angry, so it becomes parallel مع stress hormone. في ناس هيك افرازاتهم. اصلا انتوا ليه بتجوعوا؟ بتجوعوا لانه عندكم اللبتين وعندكم الجريلين, هدول التو هرمونز اللي بيزبطوا اذا انتوا جوعانين ايه او لا. في ناس عندهم كيف ناس عيونهم زرق والناس عيونهم خضر, في ناس بيفرزوا هرمونات الجوع اكثر من ناس. Let's start by this. يعني you cannot compare yourself to anyone. ما فيكم تقولوا ولو انا بس اشبع
بوقف اكل. في ناس ما بتشبع، بليز ريسبكت هذا الشيء. يعني هيدا اكثر شيء، في ناس بتضل جوعانه وما بتشبع. تخيلوا قد ايه يا حرام، هول ناس مظلومين. في ناس ما بيجوعوا وبيشبعوا بسرعه. يعني في عندكم بيرسون اي عندها افرازات لهرمونات كثير بتضلها جوعانه وما بتشبع، بيرسون بي العكس. هاو كان يو جادج، هاو كان يو تيل ذم ذا سيم ثينج. سو هيدي الشغله ليه بناكل ديبيندز على السكريشن تبعيتنا. تربيتنا كثير كثير بتاثر. يعني اذا انا وصغار ولادي كل ما وقعوا كل ما جرح اجره او زعل، فالبيو بيجي بقول له مامي حبيبي تعا تقشري لك بوزه، تعا ناكل بوزه، بقعد براضيه بالاكل. كمان انا عم بربي عنده بغريزته انه الاكل هو لحتى الواحد يرضى. سو عندك الجان، عندك كيف ربيته. وبنطلع على الانفايرمنت، اوقات كثير كثير في ناس بيتجوزوا اوكي بتكون حياتهم الزوجيه رائعه، مجوزين ذا رايت بيرسون، مبسوطين معه. وفي ناس they make this mistake and get married to someone that is not nice, very abusive. هدول بتحسيه انه كل ما بيزعلوا كل ما بيعصبوا the only reward they have, the only way to satisfy هال يرجع عندهم هالاندورفين يعلو هن انه عم بياكلوا. سو ما في سبب للايموشنال ايتر، ما في سبب واحد. بس وقت تصير هالكريزة هون انا بدي يعني شو اللي بيسبب بدها كتير كتير شغل. بس وقت تصير الكريزة وانتو عم تاكلوا ايموشنلي منكن جوعانين، فينا نشتغل شوي. فينا وان نخفف وجود الاكل بالبيت. كل ما يخف الاكل بالبيت كل ما الافراط على الاكل رح يخف. سو ذس از اي. وكل ما الانسان بيكون رياضي كل ما بتخف الايموشنال ايتينج عنده. يعني ما بيعود يعصب لدرجه انه هو بده يروح يفسر عنده افراط بالاكل، مش بتوقف بتخف. يعني بدل ما تصير عنا 5 كرايز بالشهر او 5 كرايز بالجمعه بتصير تنقول 3 مرات. already you save 2 times eating 3000 calories. so هيدي هي الفكره. ما بقى تستنظروا جواب هو 1+1=2. لا، عم فسر لكم انه الايموشنال ايتينج از ا بيج تايتل and it's an umbrella for so many reasons. the causes ليش عم بتصير، الانفايرمنت اللي عم بتحطنا، والنتيجه الانسان شو عم بيتصرف بهي الطريقه هي. Thank you, Monique. ومثل ما قلت قبل، يعني تاني الماضي كان عنا clinical psychotherapist حكتنا عن emotional eating. ما لرد هيدا الأسبوع لحط recording تبع session تبع على الفيسبوك group. إذا بتحبوا ترجعوا تحضروا session كمان تنفوت أكتر بديتلز، لأنه يلي حضروا session كانت فايتين أكتر هيك emotional. يعني كل شيء أنت قلتي أنا انبسطت لأنه حسيت عم بيكون في تكميل. dietitian عم تقول نفس الشيء اللي عم تقوله psychotherapist، بس كمان في more details إذا حدا interested بهيدا. أكيد أكيد، يعني هيدي شغلتها لإلها بتكون أكتر. بس أنا عم بقول وقت تصير ما تخلوا قدام. يعني اليوم إذا أنا بعرف حالي I am an emotional eater، أنا ما بروح بشتري صندوق شوكو براس بحطه بالبيت وصندوق كيكات وبشتري 3 كيلو بوزة بحطهم بالفريزر، لأنه I know for a fact إنه أنا حأكلهم بعدين. So eating healthy starts at the supermarket. انتوا بتكون تروحوا على السوبر ماركت، هونيك بتكون تقرروا شو بتكون تاكلوا وقديش بتكون تهتموا انكم تجيبوا اكل صحي. اوكي. بعد في حدا سالني do you think intolerance tests are accurate? no I don't think intolerance tests are accurate. they are the biggest lie ever. عن جد عن جد. يعني انا ما بصدق انه العالم مستعد تحط $1,000 لحتى تعمل تيست ويقولوا لها انه انت دجاج بنصحك وما بنصح جارتك. يعني it's insulting for the human brain. يعني ما معقول بقى يلاقوا طرق يضحكوا على العالم هالقد. you might be intolerant to something. ايه اكيد. it has nothing to do with weight gain. nothing. يعني انا ابني is intolerant to lactose. شو خص ايه بوقف له اللاكتوز. بس انا انتولرنت على تشيكن بنصحني الي ما بنصح جارتي؟ لا، هيدا it's the biggest lie ever ever. يعني وما بتتخيلوا قد ايه الماركت تبع الويت لوس اند ويت جين والاوبيزيتي كبيره وقد ايه فيها مصاري. شفتوا انا بالسيت اللي عندي فيني مثلا اجي اقول انا رح اشربكم مي وبتضاعفكم، صدقوني انه في عالم رح تشربها ورح تضعف. بس مش لانه هي المي بتضعف، لانه
في شيء اسمه بلاسيبو إفكت، وهذا البلاسيبو إفكت كتير كتير قوي كتير. البلاسيبو إفكت is capable of curing diseases، يعني إذا الإنسان اقتنع هالقد إنه هو اللي حيصح بصح أوقات، وهذا عم نحكي scientifically speaking 7% it has documentation إنه بيمشي. So انتبهوا قدي في شيء اسمه scientific effect وفي شيء اسمه placebo effect، هذا لازم تكون كتير واعي عند الناس. اوكي، واوقات مثلا كمان لانه انتو اشتريتوا هالدواء بيكون واحد مثلا ما بيعمل سبور، ما بيتحرك، بياكل شو ما كان وقد ما بده وهيك، فرد مرة بيروح بيشتري هذا الشورت يعني عاملين له دعاية انه اذا لبستوا هذا الشورت لح تضعفوا، بيصيروا ينتبهوا على أكلهم، بيعملوا سبورت 3 مرات بالنهار، بيشربوا مي كتير، ما بيقعدوا يظهروا، وقولوا في الصدن الشورت عمل الميريكلز، بينسوا انه هن وقفوا ياكلوا صار عم يعملوا سبورت، هيدا اللي مزبوط ضعفهم مش الشورت، الشورت gave them this push، هالتشينج اللي صار. اوكي انتبهوا كتير يعني ان انا مثلا هدول رحت صرت فت على الجيم وضعفت، لا بس اني وقت فتوا على الجيم هني وعملوا سبور وبطلوا ياكلوا بالمرة وانتبهوا كتير على وزنهم، هيدا اللي ضعفهم مش بس فوتة الجيم. حدا عم تسألني كمان إذا النيو هيلثي إيتينج فود ريكومنديشن بيراميد، البيراميد اختفى من زمان، ما بقى في بيراميد، صار له أكثر من 6-7 سنين عنا في ماي بليت، هو صحن يعني شيروا البيراميد وعملوا صحن يعني هو نص خضرة ربعه بروتين وربعه نشويات، يعني هو إذا تجوا بتفكروا بالأكل اللبناني هو ماي بليت أبدا، أحلى أكل بالعالم. حدا سألني do you recommend having smoothies in the morning؟ I am against smoothies. أنا I am against any liquids صراحة، يعني liquids بتعملوا سموذي أوكي، بس سموذي لح نحط كباية حليب، موزة، افوكادو نقول اوكي، ما بعرف شو معقول تحطوا بقلبها شوية نص. studies proved اصلا جربوها انتو لحالكم، حطوا على ورقة وقلم قديش بعتوا من بعد هالسموذي، خلطوهم وحطوهم بكباية وشربوها، او شربوا كباية الحليب، كلوا الموزة، رجعوا كلوا الافوكادو، ورجعوا كلوا النص، وبتشوفوا انه رح تضعفوا 3 مرات، رح تشبعوا 3 مرات زيادة وقتها بتاكلوا الاكل. According to studies الراس ما بيسجل الليكويدز اللي بتشربون، بيسجل الاكل اللي بتاكلوه، في satiety level بتختلف كتير كتير وقت بتاكلوا الاكل. يعني حتى عملوا هيدي الدراسات على الشوربة مثلا اوكي، لقوا انه اذا واحد حط كباية مي واكل جزريتين واثنين كوسة وشقفة لحمة لح يشبع أكثر من ما يعملهم كلهم بصحن الشوربة، مع أنه تاخدوا كاسة شوربة قبل الأكل كمان منا عاطلة، بتخفف كمان من الجوع تبعكم، بس عم فسركم أنه أنا مني مع السموذي أبداً. وبرجع بقول ما في شيء بيتطبق على كل العالم، في ناس يمكن تشتقلي لا مش مزبوط مونيك، أنا إذا باخد سموذي بشبع، then good for you، مش غلط. You have to learn your body how it reacts وكيف بيشتغل. Okay, perfect. Okay. هلا في عندي بعد سؤالين نسأله بالشات، وإذا في إذا بقى عنا كم دقيقة تخبرينا شوي عن healthy eating habits. في سؤال سألته رانيا عم تسأل شو فينا نعمل كرمال نساعد الأولاد ياكلوا healthy. في سؤال كان سألته مارسيل عم تقول شو فينا ناكل instead of nuts and almonds لأنه صاروا expensive. بعتقد ما في أي سؤال تاني نسيته، إذا في أي سؤال نسيته بليز رجعوا سألونا. شو فينا ناكل بدل nuts and almonds؟ فيكن تاكلوا فواكه، الفواكه ما في شيء أحسن منهم بالعالم، and local fruits و seasonal fruits. Don't buy not seasonal fruits، التفاحة، موزة، الدرقة، وأصلاً بس تقلكن بتعرفوا قديش الريكومنديشن كون تاكلوا nuts a day؟ هن 7 almonds، هن مش كيلو الألمز اللي عالم كانت عم تاكله، هاي الكاس اللي عالم ما كانت عم تجري، أو البزورات ما بدنا أكل صحي، البزورات نحنا ما بدنا إياها، نحنا كنا عم نقول للعالم تاكله لوز وجوز بكمية كتير 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 متواضعة، يعني أربع جوزات كاملين أو 7 ألمز، هدول ما بتصور حيكسروا حدا،
يعني هيدا الفكرة إذا بدكم تاكلون instead of fruit كمان يعني مش on top. شو صاروا العالم يعملوا؟ صاروا زيادة عن كل شيء عم بيأكلوا، بيشتروا كيلو البذورات بيقعدوا على التلفزيون بيأكلوا، ولو الدايتيشن قالت إنه بدنا ناكل nuts لا that was wrong and it's not what we recommended. هاي دي just to clarify things. كرمال اللي سألتني عن الأولاد what can be done for helping children eating healthy, be the role model رانيا. انت كلي بطريقة صحية، انت عملي سبور، انت جيب عبيتك اكل صحي، ما تخلي حدا يجيب سوري كلبة ما بعرف شو صاره سوري ايس سوري فبين the role model كتير كتير مهم وتعملوا سبور قدامهم ودونت ميك ا فاز اوف اني ثينج. انتوا كله ببيتك وقتها ما بتأمني غير الاكل الصحي بالبيت ولادك eventually they are going to eat only healthy food. بس وقتها بيتك بيكون فيه شوكولا وتشيبس وجاتويات وفواكه اكيد ولادك رح ينقوا الشوكولا والتشيبس والجاتويات وما رح ياكلوا الفواكه. It's only normal. So provide the right food and if they don't eat that's okay, but when they eat at least you make sure that they're eating healthy. واذا ابنك قال لك ما بدي اكل then that's okay, it's okay if they don't eat, مش رح يصير شيء. We can stay 40 days without food, ما حيصير لنا شيء. Okay, perfect, thank you. بعتقد هلا بعت عنا 5 دقائق ما في بقى اي اسئله بالشات. بركي هيك اذا بتحبي تخبرينا شويه take a typical day some healthy habits هيك بعد اراء هيك فنقدر نكون عملنا مثل summary لكل شيء قلتي لنا اياه بكون هيدا. اوكي انا اوكي الترويقه بس حقول انه واحد وقت يوعى اول شيء ما تاكلوا اذا منكم جوعانين. هيدي بليز 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 ما تتروقوا. مش مزبوط انه لازم تتروقوا، مش مزبوط انه لازم تاكلوا. اذا منكم جوعانين ما تاكلوا، يعني that will be the rule number one. اذا شربتوا فنجان قهوه على بكره you can go up to 3 كافيين per day, that's okay, that's fine. القهوة هي قهوة، قهوة لبنانية، قهوة أمريكانية بلاك، هي مش كوفي ميت، مش artificial sweetener. هدول منهم قهوة، هولي لازم يكونوا no, it's a no. هلأ thank god غليوا كتير، لازم توقفوا تشربوا هدول الأشياء نهائيا، منهم صحيين أبدا. بتجوا بس بتكون جوعوا، بتكون تتروقوا، فكروا شو كانت ستكن تاكل، شو كان تاكل ستكون؟ ساندويش لبنة، ساندويش جبنة، فول مدمس، كشك، ترويق الكشك يعني عم تختفي من 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 الأطباق اللبنانية بس هي أكل كتير كتير صحية. كله كمية نوع واحد، ما تنوعوا أبدا أبدا ما تنوعوا. يعني ما بحب أنا الصفر على الترويقة أبدا، أنا ضد الصفر على الترويقة وضد الصفر عشية. على الصفرة على الغداء بيكون فيه وبس نوع واحد هلأ من الصلاة. احسن ما تلقمشوا اذا فيكم ما تلقمشوا ابدا ابدا ابدا. واذا فيكم ضاينوا من الترويقه للغدا هيدا احسن شيء بتعملوه لجسمكم. تذكروا اول حلقه كنا عم نحكي عن الانسولين انه بينزل بخف ما بتلقمشوا. سو اللي بيسالني فيني اكل فواكه دغري بعد الغدا، انا بفضل تاكلوا فواكه تكون دغري بعد الغدا اذا فيكم ضلكم بكل الوقت بلا اكل. بس اذا على كل الحالات رح ترجعوا تلقمشوا لا ما تاكلوهم بعد الغدا، كلهم بعد الظهر ساعتها. نجي على الغداء اكيد اكل لبناني اكيد بلا لحمه او لحمه كتير كتير قليله على الطريقه اللبنانيه مثل فاصوليا ورز مثلا كوسه محشي. انه هذا الاكل اللبناني المضبوط اللي فيه خضره كتير نشويات ولحمه قليل تطبخوا بطريقه صحيه اكيد. اذا ما عندكم كتاب صحي وسريع مش لانه كتاب بس كتير بنصحكم تجربوا تطبخوا على طريقته. كمان نرجع مثل ما عم بقول بفواكه او اذا ما كل الحالات بتكون تلقمشوا لقمشوا الفواكه ساعتها بعد الظهر. وعشيه يلي بيقدر يتعشى ساندويش هيدا نيه لقلبه لانه هيدا احلى 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 طريقه انه واحد يتعشى وتخلص القصه. هيدا تيبكال اكيد بده يكون بنهارات في حركه كتير كتير، طلعوا نزلي على الدرج، نصف سيارتنا بعيده، ما نقعد كل النهار. بليز ما تطلبوا من حدا يجيب لكم شيء، حتى لو عندكم هيلبر بالبيت انتوا قوموا انتوا جيبوا الاغراض انتوا تحركوا. واكيد اذا فيكم تمرقوا نص ساعه على ثلاث ارباع ساعه لساعه سبور انتنس كل يوم هذا بيكون يعني واو التيميت، بيكون احلى احلى سيستم. اوكي بنصحكم ما بعرف اذا في ناس بتعرف انا عندي برنامج على الراديو نهار الجمعه على الجرس سكوب خبرينا عن جد عن في كيف بليز
عن جرس سكوب. يس يس، عن شو اللي عم تعمليك؟ فينا ساعتها نسمعك، إذا عندنا أسئلة فينا نتصل نسأل. إيه، برنامج صحي وسريع على جرس سكوب هلأ صار على الجرس، بس هو أنا صار لي أكتر من بتصور 18 سنة على الراديو، نهار الجمعة بين 12 والتنتين. فيكم تسألوني شو ما بدكم أسئلة بعالم التغذية، حيالله سؤال، وإذا كان بيرسونال فيكم تلفنوا وبتحكوا معي، و it's for 2 hours, so we have time for everybody. It's discussing things like this. وكتير كتير كتير it's motivating للعالم و down to earth. عم حط كل خبرتي بهذا البرنامج لحتى ساعد العالم. كل هدفي العالم تستوعب إنه لازم تاكل لبناني، لازم تتحرك كتير، ولازم تعمل رياضة، وتجرب قد ما فيها تبعد عن الأكل البروسيس. والمساج هو إنه وقتها بتكون تاكلوا شغلة بتكون تسألوا حالكم ستة إذا شفتها رح تعرف شو عم باكل. إذا كان الجواب إيه، then you are doing the right thing وعم تاكلوا الأكل المزبوط. إذا لا، يعني most probably هذا أكل مصنع لازم نتجنبه. هو فيكم تحضرونا لايف، لأنه في ناس عم بيقولوا إنه ما عم بتشخشخ كتير، بتفوتوا على جرس fm.com تكبسوا لايف تسمعوا لايف للحلقة. مونيك انا عم بكتبت، حطيت الفيسبوك جروب تبعي، الفيسبوك بيج تبعك صحي وسريع، حطيت الويب سايت. هلا عم تقولي جرس fm.com. اوكي، في ماي سكت عم تسال عندها بعد اخر سؤال اذا فيها تسال، ونحن صرنا على الستة، انت بتقرري اذا بتاخذي السؤال ولا لا. بتصور انقطعت الكهرباء، يمكن رح تروح الانترنت هلا بعد شوي اذا ما رجع دير، بس انه اصلا بيكون على القد زبطت، لانه عندي اليو بي اس بيهديني يمكن شي دقيقه على الانترنت. أنا I'd like to thank you. It was very nice. Thank you everybody. I hope you had all your answers. ما بعرف. Thank you Monique. لا كان كله جاوبتينا على كل أسئلتنا. إذا في بركي أي أسئلة تانية بركي منفوت على الفيسبوك بيج نسألك إياها، أو نتصل على جرس FM نسألك إياها. هلا انبسطنا عرفنا. وعلى كمان إذا في منفوت على الإنستغرام، it's on a daily basis we share stories على Monique Bassila Zaarour. اوكي جريت، هلا اذا لحقت اللينك بكون بيرفكت، والا بيقدروا يفتشوا عليك. وبعتقد وقت يحطوا مونيك باسيلا زعرور حيلاقوا كل شيء على جوجل. ثانك يو سو ماتش. اوكي، ميرسي على كل النصايح تبعك. باي باي.